ولهذا شغل الناس عن شخصية الزهراء في مسألة أنه كسر ضلعها، وهذا أمر لا نتعقله. لماذا؟ بعض الناس يقول لك السيد ما يؤمن بكسر ضلع الزهرة، كأنه كسر ضلع الزهرة من أصول الدين. خلينا أحب أن تفكروا معي، إذا هجموا على الزهراء شو دور الإمام علي؟ إمام علي جبان، أنتوا كلكم متزوجين من متزوجين، إذا فرضنا أنه واحد بده يجي يهجم على زوجتك، بده يقتلها أو بده يعتدي عليها، تقعد وتقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أو تدافع عنها؟ إذا ما دافعت عن زوجتك شو بيقولوا الناس عنك؟ هذا واحد. اثنين، لم يكن علي وحده في البيت، كان هناك جماعة من بني هاشم، حتى قيل أنه زبير ابن عمة الإمام علي خرج مسلطا سيفه إلى الخارج، ما كانوا داخلين للداخل. هولهم أيضا يتركون الزهراء، هذا يكسر لها ضلعها وهذا ينقصها بالسيف وهذا ما يدخل البصمار بصدرها مثل ما بيقولوا، بصمار هيك مزنجر ما بعرف، هذا معقول؟ هذا فكروا شو بيقولوا؟ أن النبي أوصاه، يعني شو معنى النبي أوصاه؟ قال له يا علي قبل ما يموت إذا يقتلون بنتي حرام عليك تدافع عنها. في واحد عقل عنده عقل يتصور هالشيء؟ بعضهم يقول أنه اهجموا عليه فإن الرجل موصى. أدري موصى، معقول النبي بيقول له أنه إذا بدهم يقتلوا بنتي التي هي حبيبة رسول الله أنك لا دافع عنها؟ ولذلك أنا قلت يا عمي أنا والله هالمسألة ما مقتنع فيها، وأنتم تعرفوا كيف حتى الآن الناس يقولوا تعالوا شوفوا السيد كانوا بده يكسروا لها ضلعها غصب عنه. لأن المهم عند الناس، عند كثير من الناس أنا بده يبكوا، كيف يبكوا؟ هالطريق، وإن كان حديث لا يقبله عقل. يعني أنتم هلا سمعتوا مني وفكروا بعقولكم، لو صارت معكم تقبلوها؟ كيف تقبلوها مع علي بن أبي طالب؟